إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة العملة عفو الكذب. سنقوم بتحليل عملة سولانا، لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة مقلدين، هناك نصابين كثر يريدون النصب عليكم، انتبهوا من هذا الأمر. تضغط على هذا الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، بعد الضغط على هذا الرابط تجد نفسك عضو في هذه القناة التي أشارك معك في أرباح مشاركين في دوراتنا التدريبية، ولا بأس أن أشارك معكم بعض الأرباح للإخوة المشاركين في الدورة. هذه الإخوة شاركوا في الدورة وفي قناة التحليلات اليومية التي بالنسبة لي أهم من الدورة، لأننا نحلل فيها يوميا ونتوقع توجه مكان توجه الأسواق، وهكذا هم لديهم الاستراتيجيات، لديهم التقنيات، وبالتالي يستطيعون التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات الموجودة في الدورة، دورة التحليل الموجودة برايس اكشن. إذن كما تلاحظون هذا الأخ يحقق 99%، يقول أنه منطقة الدخول كانت شوية متأخرة، لكن ليست صفقة سيئة، صفقة ممتازة، وشعارنا دائما هو شعار بوم. هنا كذلك أخ جيرار يحقق في الأويل كرود أويل 225%، 225%، لاحظوا النسب التي يحققها الإخوة. الأخ حسين كذلك يقول دخول وتطبيق، دخول ثاني وتطبيق درس النماذج الأربعة في التحليل الموجي، ويحقق في الأويل 408%، ويعني ستجدون أن الإخوة يحققون أرباح كثيرا من خصوصا من بعض الأمور كالأويل وكذا، لأنه نقوم بتحليلها في قناة التحليلات اليومية. لذلك قلنا لكم أن التحليلات اليومية أفضل من الفيديو، ليس أفضل لكن أهم من الفيديوهات، لأننا نطبق الأسرار الموجودة في الفيديوهات، نطبقها مباشرة على السوق يوميا، وهم يرون النتائج يوميا. هذا الأخ كذلك يحقق 700% في عملة FTM و 164% في عملة CRV. لاحظوا كذلك هذا الأخ يحقق 690% في البيتكوين و 303% كذلك في البيتكوين. هنا كذلك 147% في البيتكوين، ويقول تم الخروج بربح سريع. هنا الأخ كرم يحقق 250% في البيتكوين. هنا كذلك الأخ يحقق 320% في البيتكوين، 293 كذلك صفقة أخرى. السلام عليكم، أنا متدرب جديد وكنت أطبق فقط البرايس أكشن، والحمد لله طلعت بربح طيب كما تلاحظون. إذن لاحظوا يعني أرباح مستمرة كل يوم، يعني حتى لو رحنا يعني كثيرا سنجد أن أرباح مستمرة، الحمد لله للإخوة الذين يعني هم جادون ومركزون ويتابعون ويتعبون لكي يحققوا مثل هذه الأمور. كذلك تجدون في هذه القناة أقوى عرض وضعته لحد الساعة، وفي هذا العرض تحصل على دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من الأسرار لاحتراف أي سوق به متداولين، ومع مع هذا العرض تحصل على أهم شيء هو قناة التحليلات اليومية. هذه القناة هي التي تتسبب في أرباح الإخوة الذين يعني يحققون الأرباح. لماذا؟ لأن بها نطبق الاسرار الموجوده في قناه التحليل الموجي، في دوره التحليل الموجي وبرايس اكشن، لان التحليل الموجي وبرايس اكشن دون التطبيق لا تساوي شيئا. اذا هذه القناه هي عباره عن دوره تدريبيه مباشره معي، نطبق فيها كل ما يوجد في التحليل الموجي وبرايس اكشن، وكذلك بعض الاشياء الغير موجوده. وهكذا يعني في هذه القناه نحلل من الاثنين الجمعه كل الاسواق، فوركس، كريبتو، اسهم ودوليه، صباحا ومساء. نبحث عن اهم الفرص، مناطق التلاعبات، المناطق التي يجب ان نبتعد فيها، المناطق التي يجب ان نبحث عنها عن التلاعب، المناطق التي يجب ان نركز فيها جيدا، امور كثيره تساعدك على احتراف التداول. كذلك نشارك معك او تحصل كذلك على مجموعه النقاشات التي بأخيرة المتداولين لدي، يجاوبونك على اسئلتك، يتابعون معك، يشاركون معك تحليلاتهم الى ان تحترف باذن الله. اذا اردت الاشتراك في عائله مع عائلة تساعدك، هذا هو العرض المناسب. الرابط ستجدونه في التعليقات، أول رابط لهذا الفيديو، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو التعلم ونحو 5% الرابحين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملة في الكذب مباشر، وصلنا إلى 6190 مشترك، نريد أن نصل إلى 10,000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط مثبت في التعليقات ثالث رابط. تحذير: التداول مهنة خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%.
لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العملة في الكتيب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا عجبتك الطريقة يمكنك أن تنضم إلى عروضنا وإلى دوراتنا. طيب ماذا لدينا في عملة سولانا؟ إذا عملة سولانا، ماذا لدينا في عملة سولانا؟ إذا لاحظوا معي إخوتي الكرام، سولانا إذا نظرنا جيدا سنجد أن الموجة الدافعة جاية من الأسفل هكذا، وهذا يعتبر تصحيح، طالما يعني تصحيح للصعود على الأقل لإعادة اختبار هذه القمة. لكن لكي أبحث عن الصعود، أولا أحتاج أن تكتمل بنية هذا النزول، تكتمل. طالما هذه البنية لم تكتمل لا أستطيع البحث عن الصعود. وإذا نظرنا جيدا سنجد أن أكبر تصحيح في عملة سولانا هو هذا التصحيح هنا، هذا هو أكبر تصحيح. إذا لدي موجة دافعة، هذا التصحيح سيلغي لهذه التصحيحات، ثم تصحيح كبير هنا، ثم نزول. وبعد هذا النزول لاحظوا حصل لدي هذا النزول هنا، تصحيح هنا، نموذج رانين فلات هنا. إذا الموجة دافعة، تصحيح موجة دافعة، زيادة في الزخم البيعي في آخر موجة، زيادة في الزخم البيعي في آخر موجة، هذا تصحيح. وهاته موجة قوية، إذا نظرنا إليها في فيلم 4 ساعات سنجد أنها موجة قوية. لاحظوا معي، و موجة قوية هاته غير طبيعية، هذه الموجة غير طبيعية في السوق، لا يفترض أن تكون قوية، يفترض أن يكون هناك تصحيح. دائما السوق يتحرك في تصحيحات، دائما السوق يتحرك في تصحيحات. لما يعطيك هذه الحركة القوية قد نبحث عن تقفيلها في المستقبل، ولكن لاحظوا هذا التصحيح قد يكون الغالي هذه الحركة لأنه تصحيح كبير، بالتالي قد يلغي لهذه الحركة. إذا الآن إذا قسنا سولانا هذه الحركة لنرى، فقط أريد فقط أن أتأكد من هل أن طول هذه الموجة أكبر. إذا لاحظوا نفس الطول، إذا هل ممكن يكون هذا هو تقفيل لهذا، وتكون ويكون هذا النموذج كله نموذج رانين فلات لنزول أخير قبل الصعود؟ النموذج كله للنزول، نعم ممكن، لأنه وصلنا إلى طول الموجة، أو حتى يعني لم نصل، بقيت هناك بقيت مسافة. طيب كيف سأتصرف مع سولانا؟ لاحظوا معي، يفترض أنه إذا كانت هذه الموجة الدافعة اللي راح تبدأ ذلك الصعود، يفترض أنه ما يكون عندي تصحيح كبير هنا، يفترض أنه يكون عندي تصحيح بسيط ويكمل الصعود، مثل هذه التصحيحات البسيطة هنا، تلاحظون؟ إذا طالما أعطاني هذا التصحيح الكبير، إذا هناك مشكل، إذا لربما 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 قد نحصل على إما تصحيح كبير هنا ثم يصعد لمرة أخيرة قبل النزول، إما سينزل سولانا من هنا لكسر القاع. إذا أتيحت لي فرصة هنا للبحث عن النزول، ممكن أبحث عن النزول. طيب لاحظوا معي هنا، لدي هاتي، أين هي أول موجة؟ هي هاتي. إذا لدي موجة، ثم هنا لدي هذا 1 2 contracting 3، ولاحظوا هنا لدي هذا النزول، ولدي هذه الحركة القوية، هذا التصحيح في الوسط 1 2 3. إذا تم تقفيل هذه الحركة هنا سيكون هذا لدي رانين. إذا حصلت على هذا الرانين يمكن البحث عن النزول من هذه المنطقة، كسر هذا القاع وحول وقت خسارتي إلى بريك إيفن، هدفي سيكون هذا القاع كهدف أول ثم هذا القاع كهدف ثاني. إذا سأنزل بفريم إلى فريم الساعة لأرى ماذا لدي في سولانا في هذه المنطقة الآن. إذا لاحظوا معي، إذا أول شيء لاحظوا هذه الحركة، لما يكون عندي حركة قوية دائما في المستقبل يكون تقفيل لها. إذا لاحظوا، وهذا هو التصحيح في الوسط، التصحيح الكبير. إذا موجة دافعة، تصحيح موجة دافعة، ممتاز، بنية مكتملة. كان يفترض بعدها إذا كان يريد أن يغير اتجاه أن يصعد أو يعطيني تصحيح كبير لإكمال النزول. تصحيح كبير قد يكون كذلك رانين، قد يكون ريجولر، قد يكون اكسباندين. لاحظوا هذا هو التصحيح. إذا هذه الموجة، عفوا سأزيل، أنا أمشي معكم خطوة بخطوة، هذا هو تصحيحي. إذا لدي موجة دافعة، تصحيح كبير، موجة دافعة، ممتاز. إذا لاحظوا الحركة، أحتاج إلى تقفيلها هنا عند اكتمال بنية هذه الموجة. وإذا نظرنا جيدا إلى بنية هذه الموجة، هي على شكل W X Y لأنه ليس هناك divergence، ممتاز. إذا W X Y زيادة في الزخم. إذا حصلت على تصحيح مساوي قد يكون هناك نزول أخير قبل البحث عن هذا الصعود. أي موجة دافعة بعدها تصحيح، هي للشراء. إلى أين؟ لأخذ نفس طول هذه الموجة هنا،
ثم بعد ذلك البحث عن النزول من هنا كما قلنا، لكسر هذا القاع كهدف أول، ثم لكسر هذا القاع كهدف ثاني، شريطة أن يعطيك تناقص في الزخم، ثم نطاق، ثم كسر النطاق، ثم منطقة تمركز الأموال، ثم استراتيجية لتداول منطقة تمركز الأموال، ليكون هذا ماذا؟ ليكون نموذج رانين، إذا مثل هذا النموذج لكن أكبر، إذا سيلغي هذا النموذج، ستصبح هاته موجة واحدة، وهذا تصحيحها لنزول آخر للحصول على هاته الموجة. ممتاز. إذا هذا سيناريو. السيناريو الثاني أن هذه الموجة تكون على شكل دبليو إكس واي، ونحصل على زيادة في الزخم بين هاته الموجة وهذا الرنين وهاته الموجة، ثم تصحيح بسيط هنا، وسنبحث عن صعود أخير للحصول على نفس طول هذه الموجة، ومن ثم سنبحث من هذه المنطقة على نزول عندما يكون لدي نقص في زخم هذه الموجة، ثم نطاق، ثم كسر النطاق، ثم منطقة تمركز الأموال للبحث عن البيع. إذا بالنسبة لي أنا سولانا لن أبحث عن الصعود إذا لم أكسر هذا القاع حتى يكتمل لي هذا النموذج 1 2 3 يكسر هذا القاع، وإذا أراد أن يصعد لكسر القمة مرة لمرة أخيرة ممكن أدخل معها شراء، لكن على الأقل أبحث عن النزول عند اكتمال بنية هذه الموجة كما كملناها الآن، أعطيتكم سيناريوهات. سأبحث عن النزول لكسر هذا القاع كهدف أول، ثم إذا رأيت أن هناك تزايد في الزخم البيعي سأبحث عن كسر هذا القاع. ولماذا أريد البحث عن النزول؟ كما قلت لكم لأني لازلت في اتجاه هابط، وهذه الحركة قد يكون هذا هو تقفيلها، ونبحث عن نزول أخير قبل ذلك الصعود، ليكون هذا هو ذلك النموذج اللي هو رانين فلات في الوسط كبير لكل هذه الموجة، تكون هذه الموجة على شكل W X Y X Z قبل الصعود، أو على الأقل يكون هذا تصحيح ريجولر فلات لهذه الموجة وينزل لمرة أخيرة يكسر هذا القاع، وبعد ذلك إذا أراد الصعود قد نبحث عن الصعود من هذه المنطقة إذا أعطيتنا فرصة. لكن الذي لا تنسوا أن هناك زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، لاحظوا الزيادة في الزخم، فبالتالي حتى لو صعد قد يعود لأن هناك بيج بوي متواجد في هذه المنطقة. إذا الآن كما قلت فقط نحتاج إلى إكمال بنية هذه الموجة، يا إما راح أقول له يا إما أعطني تصحيح آخر نزول أخير ثم بعد ذلك سنحاول نأخذ هذه الموجة ثم نأخذ هذه الموجة، يا إما الآن أعطني زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة أثبت لي أنه البيج بوي قوي، بيج بوي شرائي، يبقى التصحيح في الثلث الأخير، وسأبحث عن الصعود لأخذ طول هذه الموجة فقط، وبعد ذلك نبحث عن الهبوط من هنا لكسر القاع. إذا في جميع الأحوال إذا كنت مبتدئا انتظر يا أخي أن تحصل على طول هذه الموجة في لحظة ما، سواء الآن أو بعد كسر القاع، وبعد ذلك ابحث عن فرصة للبحث عن النزول من هذه المنطقة لكسر هذا القاع كهدف أول، كسر هذا القاع كهدف ثاني، ثم كسر هذا القاع كهدف ثالث. إذا هذا هو تحليلي اليوم لعملات سولانا، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، إن كنتم كذلك فجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، إن كانت هذه الطريقة تعجبكم واستمتعتم بها وتريدون فهمها وفهم المنطق وراءها، ما عليكم إلا استغلال آخر وأقوى عرض وضعته لحد الساعة في قناتي باليوتيوب، هذا العرض لاستغلاله يمكنك التواصل معي بالضغط على الرابط الموجود في التعليقات، أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه وتتحدث معي مباشرة على الخاص على التليجرام الذي يجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، أنا لم أعرفكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، حياك الله أستاذ وسام، الله يبارك فيك، خلينا ياك. بصراحة أستاذ وسام بتشكرك كتير ومن كل قلبي على هالدورة المفيدة اللي بعت لنا إياها بخصوص التحليل الموجود لبرايس أكشن. أنا مشترك معك في الدورتين، وأنا خلصت نص دورة التحليل الموجود، كانت جدا ممتازة بصراحة. أنا ما توقعت إني أخذ كم هالمعلومات بهالقيمة هي، أنا كنت متوقع حالي إني أدفع دبل هذا الرقم وأكتر يعني. فبتشكرك كثير وبدعو كل الناس يكونوا مشتركين معنا، خلي كل الناس ان شاء الله تربح وان شاء الله ما حدا بيخسر ابدا. وبرجع بتشكرك من كل قلبي وشكرا كثير لك، وانت شخص عن جد رائع واكثر من رائع، يعطيك الف عافيه.